دلوقتي يا كيجي تو هنقرا مع بعض جمل جميلة جدا وسهلة جدا، واحنا طبعا اتدربنا على القراءة كتير في الكلاس، صح؟ قرينا كتير مع بعض، تمام؟ دلوقتي انا عايزة اول واحد يقرا معايا احمد كريم. احمد كريم افتح المايك من عندك. أحمد كريم سامعني؟ رحت فين يا أحمد؟ أحمد طيب ناخد دلوقتي، طيب عمال ما أحمد يظهر ناخد سيدرا. سيدرا افتحي المايك من عندك كده. سيدرا سامعني؟ افتحي المايك من عندك يا سيدرا. تمام كده؟ أحمل أحمل. ها ها أحمل أحب ح ح ح ح ها أحمل اللبن إيه؟ ال ال البو البو حب 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 ها حب إيه؟ ال أيوة ال إلى أيوة أمي. إلى أمي. برافو، شكرا يا سيدرا، شكرا. اقفل المايك يلا من عندك. معانا كمان فريدة أحمد. فريدة أحمد افتح المايك من عندك يا فريدة. رحتي يا فريدة؟ ها يلا بينا اقرأي. ها فريدة فتحي المايك. ها يلا يا فريدة مدي. ها قال قال آخر حرف إيه؟ آخر حرف إيه في قال؟ ها ده اللي بشاور عليه بالماوس. قالت أيوة قالت إيه بقى؟ ها قال أو أيوة برافو، قالت أمي. أيوة برافو. مدي بقى بعد النون. انا ها انا تمام. او احب. برافو. احب احب ايه بقى؟ في كلمة قبل قبل القلب. ها احب ايه؟ كيجي تو كلنا نقرا، كلنا نقرا بس انا مش سامعاكم. أيوة حب. حب إيه بقى؟ ال ال أيوة بو ب ال ب في ضمة. بو أيوة بني. برافو شطورة جدا، شكرا يا فريدة. اقفلي المايك من عندك. برافو. إيه ناخد مين؟ مريم محمد ترزن. يلا يا مريوم كي جي تو احنا كلنا بنقرا ماشي، بس انا سامعه اللي انا فاتحه عليه المايك بس. مريم فتحتي المايك؟ ايوه يا ميس. تمام يا حبيبتي يلا يلا خلاص. مريم. ايوه ايوه مي ايوه لو تمام. ميلو أيوة أي تمام. ب ل برافو برافو. في حاجة أحملو. البلح إيه؟ ها أحملو أحملو. خلاص يا فريد يا إيه؟ يا مريم البلح إيه بقى؟ ها إلى إلى إيه بقى؟ إلى أيوة بي. برافو شطورة جدا، شكرا بي. شطورة شكرا. اقفلي المايك يلا. شكرا جدا. نختار مين تاني من أصحابنا؟ محمد إبراهيم افتح المايك يا محمد.
محمد سامعني؟ يلا محمد اقرأ. محمد سامعني؟ ها قول من الأول عشان ما سمعتكش. ها أيوة. قال إيه؟ ها قال إيه؟ محمد أيوة. قال لا أيوة. دي أبي تمام. أبي تمام. قال أبي إيه بقى؟ ها أبي ها تمام. يلا الصوت بيقطع عندك يا محمد. محمد أنت معانا؟ طيب ممكن ناخد حد تاني عمل محمد ما يجي. ناخد مين؟ محمد أنت معانا؟ لسه معانا يا محمد؟ أنا حمزة إزيك؟ كويس. طب تقرا معايا يا حمزة؟ يلا بينا. لسه مش خميس. الحمد لله. عاملين ايه؟ يلا يا حمزة. أنا ايه بقى؟ أنا أبي أحب. أحب ايه بقى يا حمزة؟ قال ايه بقى؟ قال ايه؟ أحب يحب بلح. البلح. شطور. شكرا يا حمزة، شكرا جدا. يلا اقفل المايك من عندك. أنا ناخد مين تاني معانا من أصحابنا؟ رقية. روكا افتح المايك يا روكا. تمام تمام. يلا بينا. يلا يا روكا اقري كده. أحملو. أحملو. أيوة. قال إيه بقى؟ ها لا فو لا. تمام. الفل. الفل. أيوة. ها كي ليلى. لا ليلى اقري اللي انت شايفه. اقري اللي انت شايفه. ها لا. برافو. الى مين بقى؟ ها لا امل. برافو. شطوره جدا، شطوره جدا، شطوره يا روكا. يلا اقفل المايك، ناخد حد تاني من اصحابنا الحلوين. ناخد انطونيوس. يلا انطونيوس مستعد؟ افتح المايك يا انطونيوس. فتحت. ازيك يا انطونيوس؟ ازاي؟ الحمد لله. يلا بينا، يلا نقرا بقى دي الكلام اللي بالازرق. لا ايوه. قال ها قال ها قال ايوه. ها قال ايه؟ ها تمام. سم. برافو. ها انا أحب. أحب إيه بقى؟ أه. بص دي ال أ ماشي؟ ال أ ال أ ها اقرا كده السين والدال. ال ف ال ال أ س ف ها د. برافو. الأسد. برافو عليك، شطور. شكرا يا أنطونيوس. اقفل المايك من عندك. ناخد مين تاني؟ مين ما قالش؟ قولي اسمك ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ كريم. مين؟ يونس.
يونس. ها؟ مين اللي بيتكلم؟ لا أحمد كريم. أحمد أنت قلت أول واحد يا أحمد. لا ما قلتش. لا قلت. طب استنى شوية هنرجع تاني لمحمد إبراهيم عشان محمد إبراهيم الصوت راح من عنده. يلا يا محمد. يلا محمد افتح المايك عشان هنقرا تاني. انا فاتحه. تمام يلا بينا. ها ق ل. تمام. قالت. ايوه. قالت. قالت ايه؟ ما لو رو سما رو سما. تمام. قالت اسمار ايه بقى؟ انا انا احب. ايوه. ال ف الفرس. برافو شطور جدا جدا كلكم ما شاء الله عليكم شاطرين جدا. تمام ناخد مين؟ لما اسلام. يلا يا لما. انا. حاضر حاضر كلنا هنقرا كلنا هنقرا. يلا يا لما اقري كده يا لما. ها ها مل. ايوه. حمل. ايوه. ح ح ح ح. ايوه. حدا. ايوه. حسن. روب حمل حسن ايه بقى؟ ها ال لا جي جي ال جي ال جا را ز الجازة جا جازة را. برافو. إلى إيه بقى؟ ها إلى إلى لامرا. ال ال يا لم. ال 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 ف. لم لا لما لما بص الف ولا ال ماشي يا لما. طيب ال ال ايه بقى الحرف اللي بعد اللام ايه بقى اللي عليه فتحه بعد اللام ما لا ده ف الف ف ر فرس. برافو شكرا شكرا يا الفرسي تحتيها كسرة. شكرا يا نما جدا برافو عليكي. ناخد مين تاني؟ فاضل يونس يا مستر. نعم يونس. تعالى يا يونس اللي قرأ معايا. معلش نقفل المايك عشان صحابنا كلنا نسمعه من الصورة. ماشي يونس لينا اللي قرأ معانا في المايك. انا قلت معاك يونس. يلا بينا يا يونس. ك ها ك ك ها اخر حرف ده ايه بقى؟ ها لي لا لا. ايوه. ها قال ايه؟ ها ها. ايوه س س ها حس روب حسن. قال حسن ايه بقى يونس؟ برافو عليك. ها ايوه. ايوه مد بقى. انا. برافو. انا ايه بقى؟ ها ها حي ها حيب. ابو بحبه ايه بقى؟ أل. ايوه قلب ايه ده ها ك ر ر. شكرا يا يونس شكرا 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 جدا برافو عليك. ناخد مين تاني 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 تاني؟ ياسين احمد ترزن. ياسين احمد ترزن يلا ياسينو افتح المايك. ايه كده ياسين؟
ايوه ح ها ي ميم م. افتح بقك وانت بتقول الحرف عشان اغلبيتهم عليهم فتحه يا ياسين. ها ح م ها ل لا رو. اقف بقى عند التاء. حام لا روب تاء. شاطر. عملت ايه بقى؟ ها 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 ما برافو سامة. ها اخر حرف ايه بقى؟ ر تمرو تمرو سمر. ماشي حملت سمر ايه بقى؟ ها الف ولام تتنطق. برافو. ها تي برافو. اقف عند الباء. ها التي ب ب ها اخر حرف و لا اكتب ن اكتب ن. ها اي اي ها لا حملت سمر اكتبني الى ايه؟ قال ايه؟ ها ال ب ايوه ك ايوه لا. برافو 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 دكتور جدا جدا. ناخد مين ما قراش معانا؟ ناخد مين؟ آسر آسر ونورين. آسر ونورين وانا مين مين اللي بيتكلم؟ مش سامعاك. فتحت يا آسر؟ ايه جا ايوه جا جلا جلا ف جلس. ايوه جلس. جلس ايه بقى؟ ايوه علي جلس. علي مين علي ده يا يا آسر؟ مفيش علي هنا. جلس ايه؟ اقرا. جلس جلس ال ال جلس عن ال على على ال كوي 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 الكوي أكيدو تو أكيد الكيد تو أكيد جلس الكيد تو جلس الكيد جلس الكيد جلس. تعالوا بقى نشوف اسم مفيش على مفيش على آسر ونورين مفيش على خالص في الجملة. ماشي جلس القط مين؟ تعالوا نشوف اسم اسم القط بقى ايه. جلس القط. ها يلا ها جلس القط سم سمي سم 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 اسمه ايه القط؟ سم 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 برافو سمسم. جلس ايه بقى القط؟ ها في في ايه بقى؟ ها اخر كلمة ال برافو برافو. قال ايه بقى؟ برافو ال تمام شي شا شا الشمس. برافو 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 شاطرين جدا. يبقى جلس القط سم سم. احنا هنبدا حصه العلم. بتقول ايه؟ ايه ما عملتش؟ مين اللي بيقول ما عملتش؟ ايه ما عملتش؟ قول لي اسمك اللي بتتكلم. ادم 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 ترزا. انا تمام ادم. طيب انا عايزه كل الناس تقفل المايك ما عدا ادم بعد اذنكم عشان اسمعه. ممكن؟ انا ما عملتش. الجمله بتقول ايه؟ جلس القط سمسم في الشمس. تمام ادم ترزان. ادم محمد ابراهيم صح كده؟ شيل ايدك خلاص. ادم ترزان سامعني يا ادم؟ أه. 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 أه.
اقرأ يا آدم. ح أيوة ح ح تمام. ش أحس 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 أنا أسف أحس 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 ها أحط أحس إيه بقى؟ ها ها ال ها ألف ال ها لا كوي ها الكوي ها أكي ها أكيد الكتو. الكتو الكتو ها اسمه ايه الكتو بقى؟ ها ها احسه الكتو. الكتو ايه؟ يلا نقراها. اسمه اسمه ايه؟ سي سم سم سم. برافو. بالايه بقى؟ سم سم. برافو. احس الكتو سمسم بالايه؟ بل بل بن ح ح ح بل ايه؟ ح ح ح. اخر حرف بقى يا ادم؟ را. برافو 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 برافو. شاطرين جدا جدا جدا. شكرا يا ادم. انا ما قلتش مين. قولي اسم. زينة؟ زوزة. يلا بينا زوزة. يلا يا زوزة يلا اقري كده. ها ها ف يلا ر ف ها ك ش ف ها. بعد الش الشين حرف ايه؟ شربة. شريبة. شريبة. وإيه بقى؟ و و شريبة. وإيه تاني؟ متكررة 3 مرات. ها شريبة. برافو برافو برافو. شريبة وشريبة وشريبة. شاطرين جدا. شكرا يا زوز. مين ما قراش تاني؟ مين ما قراش؟ مين ما قراش؟ عمرو محمد. عمرو محمد بيمبي. عمرو انت موجود؟ ازيك يا عمرو؟ عامل ايه؟ كويس الحمد لله. يلا بينا عمرو. اه يلا بينا. اه اقرا كده يا عمرو. يلا اول كلمه. ها ها كو ها ها يلا تان كو كمال كولا كولا ايوه كولا كولا ايه؟ ها الا كلا ابي. لا مفيش ابي. ازيك يا ميس؟ الحمد لله يا ميس. ازيك؟ ال القي الحمد لله الحمد لله. ألقي القطر. ألقيت قال ألقيت يا عم. ماشي أيوة. قال إيه بقى؟ قال ال أين ال أين أنا ال أنا أنا ها أو أحس أحب أحس أحب أحس مش أحب يا عم. أحب بالإيه بقى؟ أحس بالإيه؟ الكت سمسم كان ماله؟ أحس بالإيه؟ بال بالحر يا عم. بالحر. أحس بالحر. أحس بالحر. تمام شكرا ليك يا عمور. شكرا جدا. مين تاني ما قراش؟ عشان دلوقتي عايزين نتملى. ماشي اعتقد اغلبيتنا قروا صح. طيب كلنا بقى نقفل المايكات طبعا ونطلع القلم بتاعنا والورقه عشان نتملى كلمات جميله. مستعدين؟
يلا كلنا نلاقي نفسنا كده ايه قدامنا الورقة والقلم ونكون مستعدين بعد اذنكم. بنكتب كل كلمة في سطر ماشي عشان يبقى خطنا جميل. يلا بينا. واللي فتح المايك بعد اذنك اقفله. نكتب يا ميس. هنكتب اول كلمة معانا كلمة أسد. يلا بينا. أسد. يلا. طبعا احنا اتفقنا الف حروف رافصه محدش بيمسك بعدها. أسد والسين ماسكه في الدال. بسرعه 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 يلا. أسد. مين خلص أسد؟ اللي خلص الكلمه يعمل لي كده عشان ندخل على الكلمه اللي بعدها. وطبعا بتبين لي الكلمة في الشاشة عشان أشوفها. تمام؟ تمام جدا. شاطرين. حلو جدا. والهمزة مش بتلزق في العصاية، احنا متفقين على كده صح؟ طيب السطر اللي بعدها اكتب لي كلمة موز. ماواز. ماواز. ها موز. 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 انا خلصت. كتبت موز. بعد كده اكتب لي تحت موز كلمه مريم محمد. كل كلمه الاحسن ان هي تكون في سطر تحت بعض كده زي ما بنكتب في الكلاس ماشي. بعد ماوز اكتب لي كلمة باب. باب. اكتب باب. باب. كلمة باب. باب. فيها مادة ايه؟ فيها مادة ايه؟ ألف. 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 برافو. باب. باب. تمام. كتبنا باب. حلو جدا. برافو برافو. بس يعني انا قلت لكم كل كلمة تحت بعض كده يا احمد تحت بعض ماشي تحت بعض. بس خلاص ما تمسحش. ابتدي بقى من الكلمة اللي بعدها. بعد باب اكتب لي كلمة فول. فول. فيها مادة ايه فول؟ فول. فول. مادة. برافو برافو برافو. شاطرين جدا. فول. فول. مد واو. مد واو. كتبت فول؟ تمام. بعد كلمة فول نكتب كلمة نخل. نخل. ثلاث حروف ماسكين في بعض. نخلة؟ لا مش نخلة. نخل. نخلة. 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 مفيش مادة فيها. نخلة. ثلاث حروف ماسكين في بعض. الخاء. حرف الخاء. أخلص. برافو شاطرين جدا. مين بينادي؟ مين انت؟ قولي اسمك. قولي اسمك. زيدة. محمد. طيب. زيدة. ماشي. ميز. انا شايفه. ميز زيد. نعم حبيبي. انا مش عارف نخلة هي النون فتحة ولا محمد. نخل. نخل. نون فتحة. فتحت بقي. نخل. كده يا بيس. صح. تعالي كده يا بيس. قربي كده يا زينة. قرب كده يا حمزة. تمام تمام شاطرين جدا. طيب نكتب بعد نخل. كتبت نخل كلنا خلاص؟
تحت نخل بقى نكتب كلمة لحم. لحم بس اوعى تكتب اللام عصاية شمسية. اللام على السطح. لام على السطح. لحم. مين؟ لام. لا ح م. لا ح م. لام فرد ايديها ماسكه في الحاء والحاء ماسكه في الميم. لحم. تمام خلصت. تمام. اه وروني الشطاره بقى. قربوا كلكم كده الكراسات من الشاشه من الكاميرا عشان اشوفها. تمام 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 برافو. بس طبعا احنا المفروض يعني نكتب على السطر. انا شايفه في حروف نازله وحروف طالعه بس ماشي. ايه تاني بعد نخل؟ دي ورقه فاضيه عشان دي ورقه فاضيه مش خرافه. ماشي يا احمد ماشي. بعد لحم نكتب حوت. حوت. ايوه الحوت فيها مد ايه حوت؟ مد ايه؟ واو. واو الحرف الممدود اللي قبل الواو حرف ايه؟ حرف ايه؟ برافو برافو برافو. ومد الواو يا كيجي تو مد الواو الحرف اللي قبليه عليه ايه؟ حرف التاء. لا مد الواو دايما دايما الحرف اللي قبليه على راسه ايه مد الواو؟ يا ريستارا وريني يا فريدة وريني. خلاص كتب. طيب حلوة جدا جدا يا كي جي تو. كي جي تو ركزوا معايا شطورة جدا يا فريدة شطورة جدا كلكم برافو. طيب مد الواو الحرف اللي قبليه على راسه ايه؟ ها ضمة. ضمة. مد الياء الحرف اللي قبليه تحت ايه؟ ها كسرة. مد الألف الحرف اللي قبليه على راسه ايه؟ فتحة فتحة فتحة. برافو برافو برافو. طيب بعد حوت نكتب كلمة رجل. رجل. يلا يا سيدرا. رجل. رجل. طبعا الراء حروف رفاصة. حروف رافصة ما تكتبش في حد بعدها. رجل. 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 برافو جدا. ايه الشطارة دي؟ برافو شاطرين. ايه ده؟ احمد انت كاتب الجيم ازاي؟ انا حامل نفسي ما شفتش. انا حامل نفسي ما شفتش خالص. انا مش مصدقة نفسي. يلا رجل. بعد رجل كلمة وريني وريني. يا احمد. الجيم يا احمد ما ينفعش كبيرة في وسط الكلمة. نصها مسه في اللام يا احمد. مسه في اللام طبعا اللي انت الشكل اللي انت كاتبه دوت بيتكتب في اخر الكلمه. طيب بعد رجل اكتب كلمه تاج. تاج. فيها مد ايه تاج؟ فيها مد ايه؟ مد. شاوروا لي كده بايديكم مد ايه؟ تاج. مد ايه يا احمد؟ مد ايه يا كي جي تو؟ تاج. تا ألف. برافو. مد ألف. حتة الفجر دي. خلص عشان الوقت. خلص تاج. اكتب تاج. ممكن في أي لحظة الحصة تقفل علينا يعني فاضل لنا شوية كلمات كده صغيرين. ماشي؟ تاج حلو جدا. طيب تاج بعد تاج اكتب كلمة سور. سور. سين ها؟ سور. سور. فيها مد ايه سور؟ سور فيها مد ايه؟ سور. يا ابني راء مش دال دي. مد واو. برافو برافو. سور فيها مد واو. بعد سور ايه؟ بعد سور استنى يا محمد بس نشوف صحابنا كلهم خلصوا. اللي خلص يا كي جي 2 يعمل لي كده عشان اعرف ان ايه ندخل على الكلمه اللي بعدها. تمام كله كتب سور.
كله كتب سور؟ تمام. طيب. بعد سور اكتب كلمات جمل. جمال. لا ثانية واحدة. محمد إبراهيم. محمد إبراهيم أنت كاتب سور بالساء؟ أنا شايفاها كده ساء ولا إيه؟ لا يا محمد. سور بالسين يا محمد. سور بالسين. سور بالسين. هعملها لما أخلص. معرفش. أوووه. جيم مش سور. طيب بعد سور كلمات جمل سهلة جدا. جا ما لا. جا ما لا الثلاث حروف ماسكين في ايد بعض. جا ما لا. كلنا كتبنا جمل. تمام. طيب بعد جمل نكتب كلمة زبد. زو ب د حرف ازاي؟ زب د نكتب ايه؟ زبد. زبد. زبد اه. زاي باء دال بس ازاي حروف رافصة محدش هيمسك بعدها. زب د. زب ده. ادم محمد ابراهيم وزينه انا مش شايفاكوا خالص ومش شايفه الورقه بتاعتي. الدال بس الدال والدال. زي زي وباء ودال. زب ده. وريني ادم دراستك. زي وباء ودال. زب ده. زب ده. قرب الكراسه يا ادم بعد اذنك. ماشي قدم يعني معلش الشاشة عندي باينين ان انتوا صغنطتين بس يعني تمام. ماشي فريدة رجعي كده الورقة شوية كده بس عشان انتي مقرباها جامد. الورقة متاكل منها يا فريدة ولا ايه؟ كده ايه؟ اكلتي حتة منها؟ ماشي يا فريدة. بعد زبد اكتب كلمة دلو. 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 طبعا الدال حروف رافصة محدش هيمسك بعدها. لا 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 استنى. دلو. دلو. لام اللام ماسكه في الواو محدش يعمل اللام كبيره. دلو. مين خلص دلو؟ تمام شاطرين جدا. لما وريني كراستك يا لما بعد اذنك. وريني الشطاره بقى. تحفه 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 جدا. بس كنا يعني في حاجات لازم تتكتب على السطر. مين؟ تمام ماشي. محمد دوت اللي كاتب الساء. ساء. سور يا محمد. سور بالسين يا محمد. ماشي يا محمد. محمد ابراهيم. سور بالسين مش ثور. ما مليتش كلمة ثور انا. معانا بعد دلو كلمة قمر. يعني ها؟ قمر. يلا. قا ما ر. انا خلصت. تمام يلا كلمة قمر بقى يا ماسة. قمر. ماسة وريني كراستك بعد اذنك. قمر. اه معلش يا ماسة وريني كراستك. قمر. برافو 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 شطورة جدا. يلا اكتبي قمر بقى. قمر. قمر. القاف. هو بصي الصفحة دي لسه بكتبها. ماشي تمام. القاف ماسكة في الميم على السطر محدش يعملها كبيره. شطوره يا ياسين برافو. قمر. ميم بتبقى ماسكه ماسكه في الميم. قمر. قمر. قمر نص السطر ما تعملها كده. خليها تمشي على السطر يا ماما.
الراء متزحلقه يا ميسا. ميسا الراء متزحلقه، ما تعملهاش كده صغير، متزحلقه كده زحليقه. ماشي يا ميسا. تمام. بعد قمر معانا كلمه طبق. ط ب ق. اوعى حد يقولها تاء، هي طبق بالطاء. طاء حرف مفخم، حرف مفخم بطلعه من زوري. طابق. 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 دي تاء. دي تاء. طابق. طابق. باقي الناس ماشيه تمام؟ في حد واقف في ايده حاجه؟ اكتبي زيها بقى واكتبي البوشه. طبق. برافو، شاطرين جدا. ها بعد طبق ندخل على الكلمه اللي بعدها. قاف بقى، قاف كبيره نكتب ايه؟ نازله بطبق تحت السطر. طبق. اكتبي قاف بقى كده. قاف، اوعى تنسى النقط. بعد دايرة فوق السطر يا ماما، دايرة فوق السطر. انا هقفل الصوت عشان انا كده في دوشة. بعد طبق يا كي جي 2 نكتب كلمة شجر. شا جا ر، بس اوعى تكتب لي الشين كبيرة. اي حرف في اول الكلمة فارد ايده على السطر يا كي جي 2. شجر. شجر. خلاص احنا فاضل لنا ثلاث كلمات. شجر. تمام. شين جيم راء. شجر. لسه خلصت شجر. تمام، واصحابنا خلصوا. تمام تمام، اوعى تنسى النقط بتاعت الشين، لو شلت النقط مش هتبقى شجر خالص. ماشي، اوعى تنسى الثلاث نقط. خلصت شجر. طيب بعد شجر عندنا كلمه ايه؟ ورد. و ر د. ورد. التلات حروف رفاصة مش هيمسكوا في بعض، هيقفوا متخاصمين. ورد. يلا كلمة ورد. ميسا أنا خلصت. خلصت كلمة إيه يا أحمد؟ ورد. طيب صحابنا خلصوا؟ صحابنا خلصوا كلمة ورد؟ اللي خلص يعمل لي كده عشان اعرف ان انتوا تمام شغالين كويس. ها ورد. تمام تمام، شاطرين جدا. انا خلصت يا ميس. طيب. لا نكتب ولا لا، اكتب كلمه ثوب. ثوب. تاء. ها طلعت لساني. ها حروف لا سويه. ثوب يا انطونيو. ثواب. حروف لا سوية. واحدة واحدة. ميس بعد إذن حضرتك بس واحدة واحدة، لأن كده السرعة كبيرة قوي على الولاد مش لاحقين. مين مامي مين معي؟ آسر ونورين يا ميس. حاضر حاضر يا مامي. هم وصلوا الكلمة إيه؟ شكرا جزيلا. العفو يا حبيبتي. هم لسه في شجر وحضرتك قلتي كلمتين بعدها. طيب طب طب يا مامي، معلش معلش. طيب كتبتوا شجر خلاص يا آسر ونورين؟ شجر. شجر. شين جيم راء. تمام. بعد شجر كلمة ورد. و ر د. و وراء دال. وبعد ورد الكلمة اللي احنا كتبناها ثوب. ثواب. ميسا خلاص كتبت ثوب. طيب كتبت ثوب. ماشي يا احمد. ثوب. خلصنا ثوب كي جي 2؟ كله كده يرفع ايديه، اللي خلص يقول لي ان هو خلص. ثوب. فاضل لنا اخر كلمه خوخ. خوخ. اخر كلمه ايه؟ خوخ. خوخ. خوخ.
خ وخ. خ و كلمة خوخ. تمام؟ خ وخ. تمام يا كيشتو؟ الخاء في أول الكلمة فرد إيديها، وبعد كده الواو ماسكة في الخاء، وآخر حرف في الخاء كبيرة. خوخ. شكرا يا آدم، شكرا لكم جدا كيجي تو، انتوا شطار شطار جدا. سقفوا كبيرة نفسكم، يلا سقفة كبيرة عشان انتوا شاطرين جدا جدا، برافو عليكم. اشوفكم ان شاء الله في المدرسة ان شاء الله يوم الاحد. و يوم الاحد في مدرسة ان شاء الله، عشان انا عايزة اشوفكم. يلا باي باي. باي 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 كيجي تو حلوين. باي باي يا حبيبي. Oh.